وحده ديال الكارطات، وحده اللي كتصاوب لي سباطو، وحده اللي كتشقى لي في الدار، وحده اللي كتلبسوا الملابس الداخليه والخارجيه، وكاين عادات شلي جارديني حتى ما تيتخلصوا، وكلشي تيتخلص. الفساد وما علاش ما بغاوش هاد القطاع يتقنن، حيت فيه الريع، حيت فيه البطاقات. كاين اللي كيمشي يدي وحده حاشاك من ليلي والصباح كيعطيها كارطه كيقول لها سيري تخلصي من الانعاش. كاين اللي كيدي بنت من الانعام من منها ليلي وكيقول لها سيري تخلصي الصباح من هذا. وهاد الهضره انا كنعرفها وعندي اليقين عليها. كاين فتيات ديال الملاهي الليلي كيباتوا مع المسؤولين كبار كيعطيهم لي كارت كيمشيو يتخلصوا في الانعاش الوطني. ها علاش ما بغاش الموظف اللي خدام قبل كورونا درنا لي بخيليفمون، عندنا مستوى دراسي مهم، عندنا دبلومات، على شنو اللي خاصنا؟ والاقدميه في الادارات.